سليمان أدخول، رئيس للوطنية للعدول. نشارك اليوم مع الجميع المغربي العدول الشباب في إطار هذه المائدة المستديرة المتعلقة طبعا بموضوع مشروع القانون رقم 22/16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. هذا المشروع طبعا تم تسريبه في مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي. المشروع الذي يعني من خلال الاطلاع والقراءة الأولية وجدنا فيه مجموعة من التراجعات على ما تم الاتفاق عليه مع القطاع الوصي، وتم ذلك طبعا بمقتضى محاضر رسمية موقعة من طرف أعضاء لجنة الحوار الممثل للوطني العدول والممثلين لوزارة العدل يعني القطاع الوصي. طبعا نحن حاليا لا نعرف حقيقة هذا المشروع، واش يعني هل هذا المشروع يعني هو المشروع الحقيقي أم أنه مجرد يعني مشروع مسرب لا أساس له من الصحة، ولكن كل ما يعني أؤكده لكم في هذا التصريح أن نحن الآن ننتظر، لازم ننتظر يعني لقاء مع السيد وزير العدل من أجل الوقوف على حقيقة هذا المشروع. هل هو فعلا مشروع حقيقي، هو المشروع الذي سيسلك يعني مراحل التشريع، أم أنه مجرد مشروع مسرب وهناك مشروع حقيقي وفق ما تم الاتفاق بشأنه بين الوطنية ووزارة العدل. طبعا هذا المشروع كان قد أحيل بعد الانتهاء من الحوار مع وزارة العدل، كان قد أحيل على الأمانة العامة للحكومة، ولكن منذ ذلك الحين لم نتوصل بأي معلومة يعني تأكيدية لهذا المشروع، وبالتالي نحن نقول الآن نطرح حتى يعني نعقد لقاء مع السيد وزير العدل، والذي طبعا أشكره بهذه المناسبة، والذي كان قد أعطى دفعة قوية لمجموعة من المكتسبات في المشروع المتفق عليه بين الوزارة وبين الوطنية للعدول. ولكن تفاجأنا بكل صراحة بخصوص المقتضيات الواردة في المشروع المسرب، ومن ثم نحن الآن أؤكد لكم أنه لازلنا في انتظار موعد رسمي مع السيد وزير العدل ليطلعنا على حقيقة المشروع، ففيه بعض المقتضيات طبعا مرفوضة، هذا موقف رسمي للوطنية، بعض المقتضيات مرفوضة جملة وتفصيلة، وبعض المقتضيات طبعا يعني تساير توجهنا، ولكن في المجمل أنه هناك مجموعة من المقتضيات نرفضها لكونها جاءت خلاف ما تم الاتفاق عليه بشأن الحوار مع القطاع الوصي. سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول السنفية طنجة، المستشار القانوني للجمعية المغربية لعدول الشباب. اليوم المائدة المستديرة المنظمة من طرف الجمعية المغربية لعدول الشباب تأتي في سياق التفاعل الكبير والاهتمام القوي الذي أبداه السيدات والسادة عدول المملكة المغربية بخصوص مشروع القانون الذي جاء لتعديل القانون المهني، والذي كانت هناك آمال كبرى وتطلعات كبرى للسادة العدول في أن يكون هذا القانون يعكس الحاجة إلى تحديث المرفق، إلى تقوية الضمانات الحمائية للسادة العدول، إلى تحقيق العدالة التشريعية في مقتضياته، وتمتيع المهنة بالقدرة على المنافسة وآليات الاشتغال وحماية مهنية قانونية التي طالما تمنى السادة العدول أن يمتع المرفق، مرفق التوثيق العدلي بها. جاء موضوع المائدة المستديرة ليعكس نوعا من الإحباط الذي أصاب السادة العدول من كون أن القانون لم يتم فيه الوفاء بالتزام الوزارة باعتماد المقاربة التشاركية في صياغة هذا القانون وصياغة مقتضياته. كانت هناك جلسة حوار بين الوزارة الوصية وبين الهيئة الوطنية للعدول من خلال لجنة الحوار المعينة. هذه الجلسات انتهت بتوافقات تضمنتها محاضر رسمية موقعة من طرف الوزارة ومن طرف أعضاء لجنة الحوار،
لكن صدم السادة العدول بمشروع بنسخة من مشروع القانون موجه من الأمانة العامة للحكومة إلى القطاعات الحكومية، وفيه تراجعات عن مجموعة مما تم الاتفاق عليه، وهو ما خلق تساؤلا كبيرا حول إلى أي مدى هناك مقاربة تشاركية حقيقية وهناك إرادة سياسية حقيقية لدى وزارة العدل للتعامل مع التوثيق العدلي باعتباره مرفقا عموميا وخدماته موجهة أساسا إلى المواطنين المغاربة. وهذه الخدمات التوثيقية يفترض قانونا ويفترض أيضا حتى في إطار المقتضيات الدستورية أن تكون متوازنة، وأيضا أن تكون على نفس الدرجة من حيث ضمان الحقوق والواجبات للمواطنين المغاربة باعتباره هم المرتفقون. هذا المرفق يؤدي خدماته نيابة عن الدولة إلى المواطنين المغاربة، وهؤلاء المرتفقون يتمتعون بالحق في المساواة في الخدمات والواجبات. وبالتالي هذا الأمر إذا كان هذا القانون لم يستطع السادة العدول أن يقتنعوا بأنه يحقق لهم العدالة التشريعية مع باقي المهن القضائية لا سيما التي تمارس مهنة تحرير العقود، فكيف بالمواطنين المغاربة أن يتحقق لهم الأمن التعاقدي في ظل قانون يخلق تمييز بين المهن القضائية في وسائل العمل في الحقوق في الالتزامات. وبالتالي اليوم الجمعية المغربية للعدول الشباب أرادت أن تفتح هذا النقاش من أجل توجيه رسالة إلى الوزارة الوصية أننا لا نتحدث كمهنيين بل نتحدث كمواطنين أولا، ولا نتحدث عن توثيق العدل كمهنة وإنما نتحدث عنها كمرفق عمومي، ومن حق جميع المغاربة على الدولة المغربية أن تمتع هذا المرفق بجميع الضمانات التي منحت للمهن الأخرى، وأن لا يكون هناك ميزون تشريعي ولا ريع تشريعي بين المهن. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.